بنتكلم عنها. اثار اعجابك في الجزئيه دي؟ الموسيقى، المشاهد المصورة، الشباب تولوا زمام المبادرة. أنا اليوم أنا في اليوم الثاني لسقوط مبارك أنا جئت إلى القاهرة والتقيت بالفنانين، جئت كإنسان وليس كفنان لكي أشارك في لحظة تاريخية. ذهبت إلى التحرير، كان بالتأكيد صعب، ولكن شاهدت روح الثورة وكيف يقوم الشباب بتنظيف الشوارع وكيف يرفهون يرفهون عن أنفسهم وكيف يساعدون سائقين ويقومون بعمل شرطي المرور. وفي ميدان التحرير أشاركت الحب، حب الشباب. الناس كانت تأتي إلي، ولكن في خلال ثواني قام 12 شاب بعمل دائرة حولي لحمايتي من الزحام، ولكن والأمر بدأ وكأننا نعرف بعضنا البعض. وأعتقد أن هذا هو الشيء المثير والمشير الذي حدث في مصر. كان هناك الناس كانت هي القادة، والذي تعد لحظة تاريخية. خليني أسألك سامي عن رؤية الغرب ورؤية العالم للمنطقة العربية مع المعاني اللي ظهرت في ميدان التحرير وغيرها، شايف ان ده ممكن يساعد ويخدم في تحسين صورة العربي اللي كانت قرينة في بعض الأحيان باعتداء بإرهاب، لأي مدى ده هيخدم في صورة ذهنية إيجابية جديدة؟ هذا هو سبب آخر الذي جعلني فخور، وجئت وطرت إلى مصر لأن هذا هو التغير الكبير والانفجار الكبير الذي حدث في الدعاية السلبية وحول العلاقات ما بين العرب والناس المجانين الذين يقومون به والذين لا ينتمون لهذا العالم العربي، لأنه قام بتدمير الفكر العقائدي بأن الناس في منطقة الشرق الأوسط هم هؤلاء الإرهابيين. هذا القالب الطبيعي والذي كان يتم تكراره. فإن بن لادن لم يمت في باكستان، ولكنه مات في ميدان التحرير وفي تونس، لأنها كان عرض واضح وحقيقة، تم كشف الحقيقة والعالم شهد ذلك بنفسه. والناس هم الذين فعلوا ذلك، إنهم الناس الذين يخرجون لكي يطالبون بحقوقهم المشروع. وبالتالي كانت لحظات سحرية ونسف حقيقي لهذه الدعاية السلبية. قلت في بداية حديثك ان البعض بيسيء فهم الاغاني الخاصة بسامي يوسف، ازاي ده بيحصل وسوء الفهم بيكون ناتج عن ايه، وايه الرسالة اللي سامي يوسف بيحاول ان هو يقدمها من خلال اغاني؟ عندما بدأت وقمت بعمل شريط المعلم، ألبوم المعلم، كنت صغير السن وكنت ساذج وكنت محاط بالناس الذين أو الشركة التي الدينية التي كانت تقوم بإصدار الإصدارات الدينية لمنطقة الشرق الأوسط. وقمنا بإصدار هذا الألبوم، ولكن لم يكن من نابع من صميم قلبي، ولكنه كان مجرد مشروع غنائي. ولكن هذا الألبوم حقق نجاحا باهرا، وأمر جعلني غير أشعر بعدم الارتياح. ولكن ما حدث أنه أصبح تجارة وصناعة، ولم أشعر بارتياح لهذا الأمر، وأنني تم استغلالي لكي أكون جزءا من صناعة أو تجارة، وهي تجارة دينية، ولكنها لم أشعر بارتياح لذلك. وبالتالي في ألبومي الثاني وألبومي الجديد الثالث كانت إجابتي
أنا مشاعري تجاه الموسيقى ليست موسيقى بوب أو روك إسلامية. كلمة إسلام أنا لا أريد أن أضعها هنا لأنها تخلق أو تخلق اختلافات وفروق بين الناس. أنا اخترعت هذا العالم وأنا أريد أن أتجول في أوروبا ولتوي عدت من أسبانيا وفي منطقة الشرق الأوسط بدأت بالمعلم وهذا من البداية، لكن هدفي في الحياة وحلمي في الحياة لموسيقى ورسالتي هي أن أوحد العالم، ولا يمكن أن تقوم بذلك من البداية وأن تقوم بعمل فرق بينك وبين الآخرين. أنا إسلامي، تكون هذه الموسيقى للمسلمين. الوحدة هي أن نقول أننا جميعا مع بعضنا البعض ومن نفس الأصول ومن نفس الروح. لدي ديني بالفعل وأنا فخور بديني، ولكن لا يجب أن يكون ذلك سببا لكي نتفرق. يجب أن يكون شيئا ليوحدنا، ولكن ليس لبث الفرقة فيما بيننا. وبالتالي أنا لا أشعر بالارتياح للأشخاص الذين يستخدمون الدين، سواء كان مستر توني بلير أو غيره، كوسيلة لا أشعر بارتياح لذلك. وبالتالي هذا الأمر متزامن معي، وأنا شخص مستقل وأنا دائما أتبع ضميري وليس لأي مجموعة أو فكرة عقائدي، فقط عقلي وضميري. وأعتقد أن هذه هي الطريقة للفنانين والموسيقيين ولمعظم البشر لكي يحيوا سويا. وأنا بريطاني، أنا غربي، أنا شرقي، أنا أتحدث عن القيم التي يتفق عليها الجميع. أنا أحاول أن أبني جسور، أنا هذا هو حلمي وهذا هو هدفي، أن نتحدث عن الأشياء المتشابهة وليس عن الاختلافات. السياسة أننا يجب أن نحترم أنفسنا كبشر وألا نكون محددين تجاه أشخاص معينين، سواء كنا أفراد أو غيرنا. ولكن أعتقد أن الموسيقى قوة عظيمة للغاية كي تجمع الناس سويا، وهذا ما أحاول أن أقوم به، وهذا هو هدفي منذ المعلم حتى الآن. يوسف اللي بيعتبر نفسه بريدج أو قناة لتوصيل المفاهيم والعادات والتقاليد، أو حتى يجمع ما يفرقش، وتركيز مش على كوني مسلم شرقي غربي. لكن النقطة دي أنا عايزة أرجع لها قبل الفاصل بمزيد من التفاصيل. هل نجح بالفعل في أنه يوصل هذه الرسالة؟ هل ده بيفسر ردود الأفعال لما بنتابع سامي يوسف في أي حفلة في دولة عربية أو في دولة غربية؟ الناس بتأكد أو بتتواصل مع المعاني اللي بيحاول أنه هو يقدمها ويوصلها من خلال أغانيه. معاني راقية بتكلم عن البشر بمختلف أجناسهم. أنا عايزة أرجع للنقطة دي، وخاصة إن في أكتر من سؤال. إذا كان سامي يوسف بيقول أنا مش بتكلم أغاني دينية أو أغاني إسلامية، في أسئلة عندنا على الفيسبوك بتتكلم في النقطة دي. تغيير منهج الأغاني المصرية دلوقتي من الأغاني العاطفية لمسار آخر، ديني أو سياسي أو أغاني حماسية وطنية. عايزة أسمع رأي سامي يوسف وإجابته على النقطة دي وعلى السؤال اللي مبعوت له على الفيسبوك، ومتواصلين مع حضراتكم بعد الفاصل، ومتواصلين مع أسئلتكم كمان على صفحتنا.